بهالحلقات من صباح اليوم عم نضوي على جوانب مختلفة، إن كان جوانب العلاقة بالتربية، العلاقة بجوانب نفسية، جوانب صحية جسدية، لا نقدر نواكب هالمرحلة الصعبة يلي عم نعيشها ونحد قد ما فينا من انتشار جائحة كورونا. بتنضم لإلي المعالجة النفسية ديالا عتاني. هالمرة رح نحكي عن الناس يلي هن ديالا بأمان، خليني أقول بأمان صحي، هن ببيتهم وقاعدين بالبيت، بس في أسئلة عم تخطر براسهم منهم عم يعرفوا إذا بدك يحطوها بالإطار الصحيح. اليوم في كتير أسئلة بتخطر ببالنا، بتخوفنا، بترعبنا ونحن وقاعدين بالبيت. قلتي لي اليوم خلينا نعدل هالأسئلة، عن أي أسئلة، عن أي تفكير، عن أي نوع من التفكير عم نحكي؟ رح بترك لك الكلام لحضرتك لنعطي شوية نصايح للناس يلي عم بيتابعونا. تعرف أول شيء قلنا كلنا بحاجة لشوية خوف، يعني لأنه إذا ما كان في نوع من الخوف ساعتها واحد ما بياخد إذا بدك الاحتياطات اللازمة وبيصير بيظهر وما بياخد كل الوقاية، فشوية خوف طبيعي. بس وقت يصير الخوف زايد، يعني وقت أنا بدي أعمل obsession على الموضوع وضل كل الوقت فكر فيه، هون لا، هون عم بيأثر سلبا على حياتي، على نفسيتي، وعم بيحط عم بيحطنا بقلق كتير قوي. وقتها أنا كل الوقت عم بركز على شو عم بيصير بالعالم، قدي في عدد كورونا، كيف عم بيفيدنا هالشيء؟ يعني هي عرفتوا اليوم الأعداد بكل البلاد، طب هيدا الموضوع اللي أنا بدي ضل ركز على السوشيال ميديا وبدي ضل ركز على النيوز يعني الأخبار، قدي عم تعطيني سلبيات الكورونا، دغري عم بتفوت على عقلي الباطني وعم بتأثر سلبا علي، عم بتزيد نوع من الخوف، وهيدا الخوف صار كتير سلبي لأنه ما بقى عم بقدر أتصرف بنهاري طبيعيا، لا عم بقدر ركز على شغل ولا عم بقدر ركز على عائلة، وعم بضل عندي هاجز الكورونا. فأول شغلة، أنا ما بيهمني قدي في بالعالم، بيهمني أنا ركز على الأمور يلي بتخصني، بيهمني أنا أعرف قدي أنا بقدر أتحكم بالأمور. شغلة تانية، يعني كل الوقت عم بضل بيلاحق، وهيدا الملاحقة للسوشيال ميديا، ملاحقة للمعلومات يعني للأخبار السيئة عم بتأثر علي سلبيا. كمان وقتها كل الواحد مركز على فكرة طب وبعدين، يعني إذا أنا بدي ركز على بعدين شو حيصير، عم بنزعل حاضر. أوكي، أنا ما بعرف بعدين، وهون شطارة إنه واحد يقبل الأمور يلي ما قادر يغيرها ويقبل الانسرتينتي وعدم الوضوح. فكل ما ركزت على أسئلة أنا شو حيصير بعدين وكيف ولأيمتى حنضل بالبيت وقدي حتاخد الكورونا مجريها، كل ما أنا عم بحرق أعصاب هلأ، عم بتوتر هلأ أكتر، عم بيضيع النهار اليوم بدون ما أنا أقدر ركز إذا بدك واستفيد من هاللحظة. طيب، أنا ما بدي قلق المستقبل يروح لي الحاضر ويروح لي الأشياء اللي أنا بقدر أعملها هلأ. كمان كثرة التركيز على أنه هي ليه ما فيني مثلا أظهر، طب هذا السؤال يعني إذا كمان بدي أحط أفكاري وطريقة تركيزي عليه، كمان ما عم بقدر أستفيد من اللحظات اللي أنا فيها بالبيت. هل أنا بقدر أستفيد بالقعدة بالبيت؟ هل في أمور أنا بقدر أعملها اليوم وبقدر أخلصها؟ هل بقدر يكون عندي نوع من الإنتاجية؟ هل بقدر أخلص شغل؟ هل بقدر أتعلم؟ طور حالي بطريقة ما بدل ما نهاري كله يروح بقصة شو حيصير بعدين وليه ما فيني أظهر وليه ما فيني كفي. كمان على التساؤلات كتير عم بتكون على عم بسمع أهل كتير بيجوا وبيحكوني طب هل هيدا الأونلاين والتعليم بيفيد؟ هل عنا حل تاني؟ يعني نحن بظرف هذا هو الموجود وما قادرين نعمل شيء تاني، فكمان هل منروح الطاقة بتساؤلات هل الأونلاين بيفيد؟ ولا أنا بقول أنا عندي هالساعتين ثلاثة بالبيت، عنده الولد وقت بقدام الشاشة، قدي بيقدر يستفيد قد ما فيه، قد بقدر انا وطي شوي الاكسبكتيشنز وتوقعاتي وكونش انا اترجلج. يعني انا اليوم التكيف هو يلي بدنا نشتغل عليه، ان كان نحن على شخصنا، على نفسيتنا وعلى الاولاد كمان كثير مهم نقول انا بهذا الاطار كيف فيني اتكيف مع الموضوع، كيف فيني استفيد قد ما فيي من الموجود بدل ما كل الوقت اكون
عم بنتقد، لأنه مزبوط نحن بنقول إنه عبروا عن مشاعركم وما تتركوا كل الأمور لإلكم، بس عرف يعني خلينا نعرف كيف نعبر، لأنه كثرة الحكي والحديث عن الأمور السلبية ما حتفيدنا، عم بتحط عقلنا ببرمجة سلبية، عم بنركز على الأمور اللي نحن ما عنا إياها وما قادرين نحصل عليها، بدل ما نركز على الأشياء اللي نحن قادرين نتحكم عليها. أنا ما بدي فرجع عقلي كل الوقت إنه أنا ما قادر، ما عندي كنترول، الظروف كلها أصعب مني، وحط حالي فيكتم بعجز. بالعكس. نعم ديالا، طيب خلينا نطبق أنا وأنت هيك، نلعب لعبة صغيرة أنا وأنت ومع الناس. أنا حأخذ دور الناس يلي عم بيفكروا بطريقة مش بناءه، وأنت بدك تعدلي لي التفكير. لأنه ليش؟ لأنه هلأ بيجي يقولوا لنا إيه أنتو، يعني أنا دايما بيقولوا لي أنت والبسيكولوجي وعلم النفس وضيوفك بضلوا تحكونا بس التطبيق صعب. هتا نطبق، هتا قل لهم هلأ للناس اللي عم يتابعوا، أنا حأخذ دورهم، بلعب دور الناس يلي طيب إذا أنا اليوم عم بسأل حالي، طب وبعدين لوين رايحين؟ طب وأيمتى حتخلص كورونا؟ وبعدين شو بده يصير؟ وبعدين هل الفاكسان منيح أو منه منيح؟ كيف تطبيقيا شو الفكرة اللي لازم مثل ما بيقولوا تجي محل هالفكرة يلي هلأ عم تقطع براسي؟ أول شيء خلي الفكرة تقطع، أنا ما بدي حاربها ووقفها، لأنه بصير في صراع كل النهار مع الفكرة. أوكي أنا عندي أفكار، وبعدين وشو حيصير ولأيمتى؟ بعطيهم شوية مجال بالنهار، يعني هل قد أنا بدي أفكر فيها؟ من بعد هيدا السؤال أنا بدي دغري حط هلأ شو بدي أعمل؟ يعني هلأ أنا كيف بدي أطور حالي؟ هلأ أنا شو بدي أعمل بهيدي الساعة؟ إيه شو بعمل؟ يعني مثلا دغري بدي ألهي حالي بشي عملي، يعني شي عندي أكتف، إذا بدك شغل عليه. الناس اللي بتحب تطبخ، الناس اللي بتحب تمشي تتحرك شوي، الناس اللي بدها تعمل سبور، تسمع موسيقى. أوكي يعني فإذا تقنيا ديالا، تقنيا هلأ لقلون اللي عم بيتابعونا، بس تقطع الفكرة براسكم بتكون تشغلوا حالكم بإشياء أنتوا عندكم إياه تعملوه، يعني مثلا تطبخوا، تقروا، تسمعوا موسيقى، تشتغلوا بالبيت، يعني تكسروا لها قوتها. بس بدي أعطيها شوية وقت أول شيء. كيف يعني أعطيها وقت؟ يعني بسمح يعني لحالي أني أفكر فيها؟ بسمح لحالي أفكر فيها، بس أنا يعني هيدي عن جد بتفيد إذا واحد بلش شوي شوي يعملها. أوكي أنا بدي أعطي الهام 10 دقائق اليوم بالنهار، أو بدي أعطي الهام ما بعرف ساعة، إذا واحد عادة كتير بيفكر سلبيا وكتير بيفكر، أوكي بدي أنا حد إذا بدك هيدا الموضوع. طب أنا بعد هيدا دغري عندي شيء تاني، فيني مثلا أكتب هالفكرة لحتى ما تضل وسواس وفكرة كبيرة براسي. بعد ما كتبت هالموضوع وبعد ما عطيته مجال لعقلي انه اوكي اخذت وقت وفكرت فيها، هلا عندي شيء ثاني، ان كان عندي صف، ان كان عندي درس، ان كان عندي طبخ، عندي شيء ثاني، فما بقى ما عندها مجال الفكره تاخذ مدى كثير وفكر فيها كثير انا. لكن يعني لكن بفهم منك واعطيت هدف. اوكي سو بفهم منك يلي ما عنده شيء لازم كتير. لازم مسبقا بفكر كثير، فاذا لازم مسبقا حط اعمل شيء، يعني هلا بدي يعني حط وبدي حطها بوقت معين، بتعرف وقت حتى تقول انا هيدا الوقت بدي اترك حالي اعطى الهم وفكر واتضايق. طيب بعد ما تركت حالي عندي شيء ساعه مثلا، هيدا الساعه قبل الظهر، يعني حتى برمج عقلي بقبل وبعد. طب قبل الظهر بعد التفكير عندي هيك، وبعده عندي شغله ثانيه لازم اخلصها. جريت نحن هلا بعد شوي، نحن برنامجنا بيخلص على 10:30، يعني بعد تقريبا عندنا نص ساعه، بعدنا باول النهار ليلا هلا عم بيتابعنا وبعد لهلا ما حط شيء، يعني ما نفكر، خذوا دقيقه فكروا كيف بدكم تقطعوا هالنهار؟ شو في اشياء تعملوها لحتى كمان ما تتركوا مجال لدايما تفكروا بكورونا وبالاشياء بالاشياء السلبيه؟ كمان انتبهت ديالا لشغله، هلا بطلت عم بلعب دورهم، رجعت عادي، يعني هيدا سؤال عادي. يعني حسيت انه سؤال كيف، الكيف اضبط بكثير من سؤال ليش وهل، يعني هل رح نقطع أو ليش أو ليش عم بيصير. يعني يبدو بس يبلش السؤال بكلمة كيف تتحول لأمور بتصير عم بتروح على أمور عملية صغيرة بقدر أعملها، صحيح؟
ليش بتحطني دائما مثل كأنه في ذنب؟ طب ليه هيك عم بيصير؟ بتحطني بضعف، يعني حتى انت وقت تسأل حدا ليه صار معك هيك او ليه تأخرت بتحس بنقطة ضعف. فهيدا السؤال بحد ذاته ما بيفيد الشخص، بالعكس بحطه بلوم وبحطه بمراحل سلبية. هلا كمان لو والوات اف واذا كمان بحطنا كتير بتضخم الأمور، بيصير واحد دغري بيتوقع السلبي، بيتوقع الأسوأ، بيعطى الهام، بيحط سيناريو لحاله هو حتى منه موجود. نعم. يعني بيتخيل الأمور كتير سلبية على مدى بعيد. هون نعم. بقلب السؤال بقول طب كيف فيني أنا هالمرحلة تطبيقياً وعملياً وشوي شوي اتخطاها؟ إذا بدي ركز على الأمور يلي منها بإيدي بالعكس هحس حالي دائما موتر وعندي قلق وكمان يمكن وصل لأكتئاب. الأسبوع الجاي بغير السؤال. مزبوط. أوكي الأسبوع الجاي ديالا أنا وأنت رح نتابع بهيك مجموعة أسئلة نعدلون، يعني عمليا نساعد هالناس كيف ممكن السؤال يتعدل براسهم لحتى يستفيدوا يكونوا عمليا من هالنصايح. بشكري كتير ديالا عتاني المعالجة النفسية، شكرا على كل التطبيقات اللي عم تعطينا إياهم بهالفقرة.